بصورة غير معتادة إلا في فصل الخريف تقل عملية الاصطياد مع تقلبات البحر الناتجة عن ارتفاع الرياح الموسمية، وضع أدى لارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية بمحافظة المهرة بشكل جنوني وغير مسبوق رغم امتلاكها أطول شريط ساحلي على مستوى البلاد. قلل الأسماك هذه الأيام بسبب قلل البترول وقلل المعدات، وهذه الأيام يطلعوا قلع حبار ويطلعوا الصيد نوع ثاني ويردوا له للخارج. هذا سبب الصيد، ولا المعدات هذا حق الصيد تكون غالية، والصيد خفيف هذه الأيام لأن هذه الأيام موسم الخريف والبحر موج ويطلع صيد قليل، وبعضهم يردونه إلى عمان، وبهذا السبب يعني طلع الصيد. بالنسبة للغلا الصيد هو موسم شهر 7، من 7 إلى 9 هي رياح، كله رياح. أما من ناحية الصيد يجي بكثرة ما في، شفت كيف؟ ومن ناحية تكون الوارد للسوق الصيد فروس طلوع السمكية تخصص جماعة هواري 6-7 هواري كل يوم يجيبوا صيد، كلهم يطلعوا روبيان، يطلعوا عطراية، يطلعوا حميرة، الصيد هذا ما يطلعوا فيه، يجيبوا صيد يوردوا للمواطنين. غلاء الأسماك بأنواعها المختلفة جعل معظم الأسر تعزف عن شرائها في ظل تصاعد أسعارها بصورة مستمرة دون تدخل من الجهات المعنية لفرض الرقابة على أسواق بيعها بحسب ما يؤكده المواطنون. الساحل يعني اصحاب الارتفاعات، يعني اصحاب المزاد حراج ودون ابوه لا فوق، يعني الان كل شيء يعني مواد غذائيه مرتفعه، الصيد مرتفع، كل حاجه مرتفعه. نحن كمواطنين نعاني من ارتفاع الاسعار الصيد بشكل جنوني، رغم ان احنا على الساحل، بين احنا والساحل 2 كيلو متر، ولا نعلم ايش الاسباب، يعني اما غلى البترول والصيادين تعذروا وكل واحد يجيب له عذره على الله. مبررات كثيره من الموردين حول ذلك الارتفاع، أبرزها غلاء أسعار الوقود والمعدات إلى جانب صعوبة الاصطياد في هذا الموسم، آملين بأن تقدم الجهات المختصة دعما للصيادين وتقوم بواجبها في العمل الرقابي داخل الأسواق. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.